خبر محزن، بعد صراع 9 سنوات مع مرض السرطان رحلت الفنانة والمناضلة الفلسطينية ريم بنا، رحلت النهاردة عن عمر ناهز 52 سنة. حالة صدمة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم. تصدر هاشتاج ريم بنا تويتر في مصر والعالم العربي، وتداول المستخدمون آخر ما كتبته ريم بنا لأولادها على فيسبوك، وقالت فيه: لا تخافوا، هذا الجسد كقميص رث لا يدوم. المطرب الفلسطيني محمد عساف كتب: رحلت ريم بنا بعد أن ملأت دنيانا حبا وفنا وأغاني وأهازيج. أما المطرب محمد محسن فكتب: مع السلامة يا ريم، خالص العزاء لأسرة ومحبي الفنانة والمناضلة الفلسطينية. في كلمات كتير مؤثرة لريم، في منها تغريدة كتبتها في 5 فبراير في من مستشفى حيفا، قالت: لا أبالي، مش فارقة معي، بكل اللغات أرغمت نفسي على الخروج إلى الهواء، إلى الحياة، إلى دفء الشمس. أعتقد معانا دلوقتي فيديو جنازة ريم البنا الفنانة الفلسطينية، نشوف الفيديو. تبلغ السما، تبلغ السما، موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد. لا نريد بل نعيد مجدنا موطني.